السلام عليكم خوتي المغاربه، انا السقادير. مرحبا بكم في قناه تقادير فلوغ. اليوم اخوتي جيت لمرجان باش نوريكم الرحبه اللي كاينه في مرجان. هذا شحال من واحد في قادير عندنا ما عرفش واش كاينه الرحبه في مرجان، فهمتوا؟ كيبيعوا الكيلو، كيبيعوا ديال الصبليون شي 65 درهم، وديال البلاد شي 77 درهم، كاينين الاثمنه شي 80 درهم 79 درهم للكيلو. باش زوينين كيبيعوا الكيلو. هذه هي الفرصه اللي ما عارفش اللي بيكتاش في يجي المرجان، مرجان ديال اكادير. انا راه الا كنتي جاي من تشيره بسرقاو، هنا الا كنتي هابط للسونتر فيلا اكادير، هذه هي الرومبا الاخرى ديال المرجان، كتدخل هكا وكتلقاها في البارك. انا غندخل لكم لداخل وهتشوفوا كل شيء. يلا مرحبا بكم في اكادير، شوفوا مدينتنا كيفاش ولات. شوفوا انا راه هذا هو الكونسيبت ديالي. هايا امشي عليك اودي، قلت لكم هذا هو الكونسيبت ديالي. انا كنوري المدينه ديالنا في الحله الجديده ديالها، ولكن اليوم جيت نبارطاجي معكم مرجان ديال اكادير فيه الحواله. مرحبا بكم. شوفوا تبارك الله الطبيعه ديالنا كي دايره. شوفوا مورا ماكدو فاش كاينه هذيك الرحبه، مورا ماكدو النيشان. يلا بلا ما نطول عليكم في الفيديو، عرفتي اش ديروا بلاتي؟ حيت انا خصني نمشي حتى ليون ندخل، فهمتوني؟ الرحبه داروها فوسط البارك ديال مرجان، بلاتي تشوفوها واش كتبان لكم. ها هي وغادي نتلاح تما ديريكت. اوكي يلا مرحبا بكم. قلت لك جيت نبارطاجي مع الناس، حيت شحال من واحد كادير ما عرفتش واش كاينه الرحبه. ها هي كيبان لكم الباص ديالها. يلا احنا نتلاحو تما ناري. شوفوا الطبيعه، شوفوا الطبيعه، شوفوا الطبيعه، شوفوا قادير ديالنا كيفاش ولات. يلا مرحبا بكم، انا نطلع للسما ونطيح تما. احنا دخلنا المرجان اخوتي، هذا هو مرجان ديال قادير، الكترو بلانيت راه معروفه. المهم بغيت نوريكم غير البارك، البارك ديال المرجان هو فين داروا الرحبه. شفتوها قداش هنايا؟ هنا كيبيعوا الكيلو كما قلت لكم شي 70 درهم 80 درهم. ها هما الاثمنه باش نقرب تشوف. سبعة وسبعين درهم طيم حضيت، 83 درهم السردي، المعزي 79 درهم، مستورد 67 درهم. شي باس زوين هنا كيبيعو ديك الكيلو. هادو ديال البلاد هادو، تبارك الله. شوف تبارك الله ما شاء الله، راه كبيرة هاد الرحبة. بس زوينه هاد الرحبه ديال المرجان كيجيو كي كتعبر الكيلو. راه شفتو شحال 70 درهم 80 درهم المستورد ديال الصبليون، شحال 67 درهم المستورد ديال الصبليون، المعزي 79 درهم، قولي 80 درهم. يعني غنجيب لكم واحد الجوله في هاد الرحبه كامله باش تكتشفوها تشوفوا واش فيها. حيت شحال ديال الناس ما عارفينش واش كيتباعوا الحواله في مرجان، فهمتوا؟ بس زوين هنا كتاخذ الكيلو على قد جهدك انت وجهدك، فهمتوني؟ كتجي كتعبروا. انا نجيب لكم واحد الجوله باش تشوف الاثمنه. راه شفتوها 80 درهم 70 درهم 65، مستورد 65. بارك الله، كاينه هاد الجهه وهاد الجهه. هادو مساكن نعسو، عياو من الصباح وهما واقفين. انا نجيب لكم واحد الجهه. هادو ديال فين؟ قلعة السراغ. انا قال لك انا نسول هذاك ما عرفتش يبي يهضر معايا ولا لا. السلام عليكم. ابي ديال فين هادو؟ سراغنا، قلعة السراغنا. لاحظ كلشي هاد الصف هذا. لا لا، في رومانيا فيه هذاك اللي البروش فيه. الا غير وين الصبليون، الا غير وين الصبليون كي كان براني. ها هو الصبليون هو هذا. شتي كيداير كاع ما عندو الكرون هذا ديال الصبليون. الله يعطيك الخير. لاحظي هذا هو مرتو مسكين. نوريكم هادو ومن بعد نجيو من اللي نوريكم دوك الاخرين. شوفوا تبارك الله خيرات بلادنا. قلت لكم باش زوين هنا كتجي كتاخذ الكيلو انت وجهدك انت وجيبك، ماشي بحال الرحبه كيقول لك واحد الثمن فيكس وكتبقى تنيكوسي معاه. تبارك الله راه كاين المليح. شوفوا شوفوا دابا هادو فيهم الصوفه، ودوك اللي دوك اللي من ليه ما فيهم الصوفه، ما عرفتش محسنين ليهم ولا. انا نمشي نشوفهم. كاينين الناس هنا كيتقداو.
شوفوا هادو كي دايرين خويا ديال فين هادو الله يحفظك هادو قلع السراغنا خنيفرة ها انتم هادو خيرات بلادنا شكون خنيفرة علاش محسنين اليوم بحال هكا نعم علاش محسنين اليوم الصوفة جاكم سخنوا قال لي هذاك سخنوا عليه سخنوا شوف انت الجواب شوفوا تبارك الله علاش كاينين الناس اللي ما عارفينش واش كاينين الخرفان هنا في مرجان ها انتم تكتشفوا الكيلو غالبا دابا الصباح هاي واحد الكومبا هاي خليه ينسين ما غنغين شفتوا هادو تاع مرجان خرفان ديال مرجان اللي بيت قد الكيلو انت وجه هذاك هادو كامل كيبانوا لي نورمال دوك اللي من الجهه ديك الجهه كيبانوا لي تبارك الله كبار نمشيو نشوفوهم خويا واخا سولتك هادو ديال فين الله يحفظك ديال ولاد برج ولاد برشيد برج ولاد برج ماني حتى ولاد برج قنيطره هادو ديال قنيطره خوتي كما كتسمعوا هادو خيرات بلادنا مازال ما وصلنا ديال الصبليون مازال وين الصبليون رومانيا فين هما هادو رومانيا ها الصبليون رومانيا ها الحمرين هادو هاد الحمرين ها هو ديال رومانيا بلاتي نقرب ليه شويه تشوفوا انا قلت واش غير ديال الصبليون اللي كاينين هنا كاينين تاع رومانيا هو هذا الحمر هذا السردي هذا السردي ديال البلاد ها السردي ديال البلاد ها رومانيا الاحمر الله يحفظك تبان في الفيديو هانيا هانيا قلت لي اخويا هذا السردي فين هو ها السردي هو اللي فيه التوحيمه وفيه الرجلين ومشاطي ديال رومانيا هذا القصور وهذا الاحمر تبارك الله الخيرات راه موجوده الله يعطيك الخير ولد بلادي شكرا الله يعطيك الخير كلشي غادي يعيد انت الا بغيت تشوف هذا الفيديو دير اكادير فلوق ان شاء الله اكادير فلوق ان شاء الله الله يحفظك الله يسلمك بغيت نشوف هذوك الصبليون فين هما اللي فيهم الغرون ها الصبليون هذاك راه ما فيه ما يتشاف راه هذاك الشيء حنا بينا نوريو الناس هذه الصبليون اش هادي هادي هما هادو ولكن ما فيهم الغرون فين هما اللي قال لك فيهم هادو صغار هادو المليح هادو المليح بغيتي الكبار عليهم راه هما هما اللي ملي كنجيبو الدرون نوريكم هادوك اللي فيهم الغرون على ما تتسولوا كاين الاحجام انا طارق الفيديو صاحبي عادي راه كاين الاحجام الصغار ديال الصبليون ها هما قدامكم وكل الاحجام الكبار راه هما اللي كاينين اللي وهادو ديال الوسط هادو تقريبا المغرب لا هادو تمحديين هادو تمحديت تمحديت هادو السر هادو درتيهم هادو تمحديت هادو شكون الاخر هادو الله يحفظك الله يعطيك الخير ولد بلادي كيما قلت لك الا بغيت تشوف الفيديو دير اكادير اكادير فلوغ اكادير فلوغ الله يحفظك شفنا ديك ديك الجهه كامله شفتوها معايا شفتوها حنا دابا غادي نمشيو هكا اوكي باش تشوفوا هاد الجهه هاد الجهه كيبانوا لي تبارك الله كبار عطي واحد الريحه هنا يا سلام كتفكرك دابا مع قرب العيد شتي الناس هنا فيهم بزاف تلقى شي بلاصه نوريهم كيقول برد لا ماشي هذيك الساعه راه يزيد كيلو ناقص ثلاثه طالع ثلاثه هذيك عادي كتبقى شي بزوينه كيتباع الكيلو خويا ابي تقريبا شحال الكيلو يكون في هذا تقريبا هذا خويا شي 50 كيلو 50 كيلو والبرقي حاجه مليحه زوينه ديال البلاد واش هادو 80 79 درهم 77 درهم 77 77 سمعتوا 77 درهم الكيلو شوفوا تبارك الله الكاليتي ديال الحوري كي داير اللهم بارك وهذا يلاه بغيت طلعتني مازال السن كاع ما خرجت جايه تبارك الله وكاين كبر منه داير فيه 80 كيلو قد قاسني الحليب هذا البرد الله يعطيك الخير اولاد البلاد ديال المغرب طيم حضيت المنطقه الشرقيه طيم حضيت اييه الله يسهل عليك شكرا بزاف الله يحفظك صور كل شيء ماشي مشكل مرحبا السردي ديال 83 السردي البدري هاد البيضين سردي السردي راه الكبير ثاني ديال السردي ديال البلاد كامل هادو اللي كاينين هنا من ما عدا هادوك اللي ديال الصبليون اللي ملي الله يسهل عليك شكرا سمعتوا 65 درهم الصبليون هذا 77
77 البرقي 77 البرقي 60 الصفليوني والسردي 83 درهم كيبدا من 40 كيلو حتى 120 كيلو السردي الله يعطيك الخير اولي البلاد الصفليوني كيبدا من 30 كيلو حتى 120 كيلو حتى هو البرقي كيبدا من 40 كيلو حتى 80 كيلو الله يحفظك الله يحفظك العجب اللي كاين دابا هنايا انتم سمعتوا كل شيء الحمد لله الله يعطيك الخير شكرا مبروك عواشرك الله يسهل عليك السردي ديال البلاد اللي بان لكم دابا خديتو معلومات هادشي باش زوين مرجان كتاخذ الكيلو فهمتوا هادو ديال البلاد احنا غنضرو باش نوريكم هادوك ديال الصبليون اللي فيكم شي ديك الجهه اكتشفتوها معايا دابا كنكتشفوا هاد الجهه جينا مالي هذا هو السردي بارك الله ما شاء الله راه كاينين الصغار ماشي عاوتاني تشوفوا الكبار وتقولوا راه ما هادليش تلقى ما قل من غادي تلقى هادو تبارك الله كيبانوا لي كبار ما كتبانش ما كتبانش اش دير شكرا غادي نقربوا لهم شويه كاينين الناس هنا كيتفرجوا انتما صبت تبارك الله واحد لواحد ناس نقرا كزر الميد صبت تبارك الله هادو هما الخرفان ديال المرجان ماشي كلشي كيتباع الكيلو كبار هذا تبارك الله لاباس عليك هيك ما بيضرب بيداب زاده تما غدا زيد على ضرب زيد شوفوا تبارك الله غنجيب لكم الدور هكا وغادي نساليو الفيديو غنساليهم حدا ديال الصبليون ليه باش تشوفوهم كي دايرين كما قلت لكم المستورد ديال الصبليون 67 درهم المعزي 79 درهم السردي 83 درهم الطيم حضيت 77 درهم الطيم حضيت هو اللي وراني ذاك الرجل اللي شتوه دار ليه هكا رجلي انتوما وحنا كاينين هنا اللي ما عارفش مرجان ديال اكادير فوسط مرجان فوسط البارك ديال مرجان فاش كاينين اضحيه العيد ديال مرجان انتوما هادو تيبانو ليا تبارك الله صحاح شتوهم كي دايرين ندير لكم واحد الفيديو فيه واحد ربع ساعة باش الناس اللي ما عارفينش واش الخرفان كاينين في مرجان هادي هي الفرصة انا دايرين لهم الكرياج من برا من تما كتدخل كتشوف الى بيت هما علاش بيت نجي انا شوفوا تبارك الله الخرفان ديالنا ويلي 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 غادي ندخل يدي ولكن غادي يهربوا شوفوا تبارك الله شوفوا هادو تبارك الله صحاح هادو هادو واقيلا شي 50 كيلو اللي فوق هنا لي بيتي سون على الانتيغيور تي بو اونتري على الانتيغيور بارك الله ما شاء الله واو شوف الستوك ديال الخرفان هنا اش بان لكم تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك وزيد في ذلك هما الثاني هادو صغار على هادوك شويه اللي من ليه شفتهم هادو صغار باش الناس اللي بعيد قدوه ولا قد تجيبهم شويه شوفوا بحال هذا هذا شحال تلقى فيه شي 30 كيلو قلت انا واقيلا هو ضربها في 60 درهم ولا 65 درهم واش شحال تخرج لي شوف هذا شحال زوين هذا شوف هذا الشيء 60 درهم ما الا زوينين بالله 60 درهم صافا لاباس عليك هذا الصغير شوف يس يس
كل واحد يسري على قد جيبو. المهم اللي بيجي يكتشف هذا الشيء يجي يشوف الخرفان ويقول لي شحال من كيلو الثمن ديالو شويه بشويه. هاد الشيء اللي شفت انا كامل هذوك هما الكبار اللي بانوا لي تبارك الله عليه كبار ديال بصح. غادي نكملوا الجوله ديالنا. هانتوما مصدر وجوده مضمونه مرقمه من طرف مصالح بيطريه خدمه الحاضره حتى ليله العيد، غيبقاو خدامين هنا حتى ليله العيد. هانتوما اللي بيجي تقدى الخروف مرجان مرحبا، اللي قريب لهنا لبن سرقا ولا المهم مرجان راه قريب جا في السونتر هو قريب لكل شيء مرجان ديال اكادير. ها واحد النوع اخر شوفوا تبارك الله. والله الا انا بعدا ما نكذبش عليكم هادشي هاد الخرفه اللي شفت هنا بانوا لي نقى احسن من داكشي ديال الرحبه وما عرف والثمن زوين شي واحد مكسال والثمن كتاخذ الكيلو انت وجهدك راه قلت شتو الاثمنه شوفوا تبارك الله. بوغوس لاباس عليك راه نمسك راه لا بيد دبز راه ما تخافش. اسبانيا فينا هما اسبانيا هما الاخرين نمشيو ليهم. صاحبي بغيتي نمسك لا اش كلهم مسكين الذكوره بيد دبز وما كاين نهار اش داكشي تيقول لك اش بيتي سير صاحبي راه انت تعيد بيا تيقول لك ها كلهم في الجنه ان شاء الله. هاد العياد كلشي في الجنه ان شاء الله مع كيدبحوا الا بانوا لكم. دابا انا واحد الحاجه قالت لي الام ديالي ما عطاتش بصح ولا لا قالت لي فاش كيتركل فاش كيتركل قالت لي هذيك الساعه كيكون وصل للجنه وكيبدا يجري كتعجبو هذيك الطبيعه وداكشي اللي لقى تما سبحان الله وكيبدا يجري. ديك التركيله فاش كندبحوهم في الصباح العيد وكيبدا يتركل داكشي علاش تيقول لي خليه يتركل على خاطرو فهمتوني ما عطاتش بصح ولا بالعاني. هنا وحده ام الكاميرا اخويا اش قلتي؟ واخويا في شي معاونين معاك ولا لا شويه احنا راه الناس كنوريهم كاين اللي ما عرفش واش كاين اللي خرفان في مرجان فهمتي كنوريهم البلاد ديال مرجان الله يعمرها دار ومليحه الله يعطيك الخير اييه ديال الكوبريه اش زيد قرب والغلم بلاد غلام بيني مسكين الله يعمرها ها جيتي هربوا كامل من حداك الله يعمرها دار وغلم بلاد الله يعمر هذا الله يعطيك الخير اباجي نسولك الله يقرب قرب تبان معايا ماشي مشكل البان مع خويا هادو دابا هادو شحال الكيلو هادي دايره 96 درهم اويلي اما داكشي اللي كاين في البانو تما 76 اش انت اللي مقلوب 76 قول ولا 76 اخلعتيني 76 درهم 83 63 تعطي محضيت 77 الله يعطيك الخير يا كاين الرخا بعدا كاين الرخا وغلم مليحه وغلم ديال البلاد والكيلو شحال تقريبا تيبدا الكيلو كاين من 30 حتى 70 من 30 حتى 70 كيلو انتم كتسمعوا راه من 30 كيلو ضربها 30 كيلو في 80 درهم ولا 77 درهم ماشي شحال غتعطيك فهمتوا؟ هذه غير من البوبريه انا من البوبريه الله يعمرها دار دابا انا كنبارطاجي مع الناس دكادير قليل اللي عرف واش الله يعمرها دار يجوا مرحبا بهم يجوا لمرجان مرحبا بهم حيتاش الناس ما عارفينش واش كاينين الحواله في مرجان قليل قليل اللي عارف فهمتي؟ الله يعمرها دار يجوا عند السفياني الله يعمرها دار انت هو السفياني يجوا عند السفياني يسولوا عليك ماشي ذاك السفياني اللي خرج في اخر الزمان لا السفياني اسفي الله يحفظك هي القرش المسويوي التصويره ديالي ها هو فينا الله يحفظك اشوف الا بغيت تشوف الفيديو دير اكادير يلا يسهل عليك اكادير فلوقات تلقى راسك دير اقلب على الحوالات مرجان تلقاها يلا يسهل عليك تعاون مع السيد تبينت ما تنيت لا تكون على الخبز ما دا كيبان غير الحواله سا وليت انت شلحيت ها يمي كان ساوي تشغيل والله الا ها داري الحواله من المرجع ياك الزان دارك هاتي الا نميد نرسني صغير لا الحواله غير نفس كي حداث نتمح وي والله لا احرد زرت اكايونكس كرا كادير فلوك صافي باش هاد الحواله نكمل حال الفيديو صافي الله يسهل عليك امين الله يحفظك هاد الدار حتى كي خصها تكرر المحتوى تكرر تصورت صاحبي مدام سوي لي بيان فيني فازي تي بو بروندر دي فوتو دي فيديو Oh, c'est parce que la fête du mouton. Ouais, à cause de la fête. Et ils sont hyper grands. Chez nous, j'ai jamais vu de taille comme ça. Oui. Soyez bienvenus en tout cas. Merci. Instagram, là, YouTube. الجاورية قالت لك ما عمونيش بحال هذا كثرة الحوالة هنا قلت لها راه العيد بالصيف ها انتم راه جبنا الدوره في الداخل جبت لكم الدوره هنا وغادي نوريكم العلف ديالهم
هادو هما ديال الصبليون، بلاتي نوريكم ديال الصبليون. راه هما هادو اللي كيقولوا لي من ديك الساعه ديال الصبليون شفتهم كيدايرين ما بيهمش، ولكن اللحم ديالهم الله اعلم كي تكون. انتم راه سمعتوا كلشي دابا، الاثمنه هادو تاع الصبليون قال لك 67 درهم للكيلو، كلشي تقدا. اجي نوريكم العلف كيجيبوا لهم العلف ديالهم، شتي العلف ديناكم الجديده منين كيجي العلف مغربي. انتم حنا راه كيما قلت لكم في مرجان، اللي بيجي يكتشف هذا الشيء هذا الحواله وهذا الشيء يجي المرجان ديال اكادير حدا بن سرقاوي. اوكي يلا ودابا نمشيو للي باش نساليو الفيديو ديالنا. راه ما قطعتش في الفيديو ملي بديتو ما قطعتوش. شحال وصلنا؟ يا هذيك 16 دقيقه، يا هذيك تقريبا ندير لكم 20 مينوت هنا ولا 15 مينوت. مازال ما فقتي انت؟ انتم غادي نمشيو حتى لحد هذوك الكبار اللي عجبوني وغادي نسالي لكم الفيديو. هادو هادو الطوب، هادو عرفتي قداش هادو؟ عرفتي قداش هادو؟ راه قال لي كاينين هنا من 30 كيلو حتى 80 كيلو، دابا هادو واقيلا هما ديال 80 كيلو قلت انا. واش بان لكم؟ يلاه ما تنساوش تخليو لنا شي كومنتير زوين على حساب التشجيع، وحتى لشي فيديو جاي ان شاء الله. يلاه تهلاو، المهم اكتشفتوا معايا هذا المرجان هذا واكتشفتوا معايا الحواله اللي كاينين فيه، حيتاش الناس بزاف بارطاجيو مع خوتكم اللي ما عارفينش فاكادير، بارطاجيو مع الناس وفاميلتكم وداك الشيء باش يعرفوا واش كاينه رحبه اخرى هنا في مرجان. اوكي يلاه تهلاو اخوتي، حتى لشي فيديو جاي ان شاء الله. بيس.